تعمل جائزة أبو ظبي للأداء الحكومي المتميز منذ انطلاقتها عام 2007 على تحقيق التفوق والريادة في العمل الحكومي في أبو ظبي. وقد ساهمت الجائزة في تعزيز الأداء الحكومي على مدى 10 سنوات. شهدت الجائزة خلالها ارتفاعاً في عدد الجهات المشاركة كل عام. وفي دورتها الخامسة هذا العام تعتمد الجائزة أعلى المعايير في تقييم أداء الجهات بواسطة خبراء متخصصين في مجال عمل كل جهة. وتتمثل الأهداف الرئيسية لمنظومة الجائزة في تحقيق خطة أبو ظبي، التركيز على النتائج، وربط الأداء المتميز بالجائزة. ويتضمن هيكل جوائز الدورة الخامسة 24 جائزة تنقسم إلى 12 جائزة مؤسسية و12 وساما من أوسمة رئيس المجلس التنفيذي. ترقبوا إعلان النتائج في 31 يناير 2018.